محتاج يا عمي؟ تسلم عمي، رحم الله والديك. عمي شو اشوفك ما مرتاح؟ عمي حسبه ببالي وشوية ظهري يوجعني. عمي امرغ لك؟ لا ممنون عمي، انا هسه شوي واصير زين. ازاي ومحتاج شي حبيبي؟ اخوي لا رحم الله والديك ما تقصر، بس ولو زحمه عليك اقدر اخذ هذا الشرشف؟ عمي شنو الشرشف؟ الموكب كله قبالك. أبوي أبوي نتوكل. أبوي يا سجاد أنا شلعت قلبك، أنت ارتاحيت؟ صديق كذب يا أبوي، هو أنا عندي أهم شي راحتك. يلا أبوي إذا ارتاحيت خلي نتوكل. يلا قول يا الله. يا الله. يلا أبوي. يا رب. يلا قول يا الله. الله. يلا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. عمي هذا ابوك؟ اي عمي هذا ابوي. وانت تحوس الليل كله على مود تشيله؟ انا الليل كله ادور طريقه على مود ما تاذيه، على مود اقدر امشي بيه بمسافه طويله. ليش مو عربانة يا ابوي؟ شان بزور بهذا الطريق وأنا نادر نادر ما أحرمه من هاي الزيارة. راح أشيله مثل ما شالني. يلا أبوي يلا. مقبولة زيارتكم اثنينكم، ويعينك أبو عبد الله ويرزق الجميع بهيك ابن. رحم الله والديك ومأجور، ما قصرت. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين.
سلم على علي بن حسين، اللهم صل على سلم على اولاد الحسين، سلم على الحرام.